اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. نورنا في شاهد. الله يخليك يا رب. واسمح لي اني ابدا مع حضرتك من منطقه يمكن ناس كتير ما بيتطرقوش اليها او بيتكلموا فيها. يعني حضرتك التحقت بالازهر كطالب منذ عقود. نعم. واكملت الدراسه في الازهر حتى وصلت الى يعني عماده كليه الدراسات العليا بالازهر. من نقطة البداية حتى الآن عايز أسأل عن الطالب الأزهري اللي بيدخل جامعة الأزهر وبيدرس، هل رصدت تغير في نوعية الطلبة اللي بيدرسوا في الأزهر؟ أولا الطالب الأزهري في اللحظة الحالية يختلف عن الطالب الأزهري من 30 سنة. في إيه فندم؟ والطالب الأزهري من 30 سنة يختلف عن الطالب الأزهري من 60 سنة. يختلف الطالب الأزهري الآن عن الطالب الأزهري من 30 سنة في الثقافة المؤصلة. يعني الطالب الأزهري من 30 سنة كان عنده ثقافة ورسوخ تجده قويا في لغته، في أدبه، في أسلوبه، في معلوماته، في كيفية خطاب المجتمع، بعيد عن التكفير، بعيد عن التعصب، بعيد عن التشدد، لأنه الأصل في الدراسة الأزهرية إن هي دراسة متنوعة، يعني تجد فيها الآراء المتعددة الفقهية، تجد الآراء المتعددة حتى الفلسفية الكلامية العقدية. فالطالب الأزهري تجد منذ الصغر هو متفتح ويقبل الرأي والرأي الآخر. في الحقبة الأخيرة تسلل إلى الأزهر بطريقة ما فكر ليس أزهريا في الأصل، إنما دخل يلتحق بالأزهر لكي يحصل على الورقة التي تؤهله أن يقف في الناس وفي المجتمع إن أنا أزهري. لأن كلمة أزهري لها ثقل داخل مصر ولها ثقل خارج مصر. فهو عاوز الورقة اللي يقول لك إن أنا أزهري، عاوز الختم الاعتراف، الختم الاعتراف. فبالتالي هو داخل مبرمج بفكر معين بثقافة أحادية.